طبعا اختيار الاسم من جهة الوالدين لابد انه يكون اسم يتناسب مع هذا الطفل، وغير هذا انه لابد انه يتماشى معه الى ما شاء الله ما حي هذا الطفل، وغير هذا انه لو افترضنا انه هذا الطفل بعد ما كبر الاسم ما عجبه نهائيا واحتمال يسبب له يعني بعض الانزعاج وكذا، فلا بد انه يتغير الشيء هو حابه ويكون اسم يعني يتناسب معه الى مثل ما قلت لك ما شاء الله، لان هذه من الاشياء المهمه، لان الله سبحانه وتعالى راح يناديه بالاسم هذا فلان ابن فلان اللي هو الاسم والاسم الاب. ف حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احسنوا اختيار الاسماء لابنائكم، فلا بد ان احنا نختار الأسماء الجميلة لأبنائنا علشان تتماشى معهم مدى العمر ومدى الحياة. من الجميل أنك أنت تختار اسم حلو للطفل هذا، سواء كانت طفلة أو طفل بنت أو ولد، لأن هذا الاسم راح يرافقه مدى الحياة. ففي الحلقة هذه أنا أتمنى أن دائما يختارون الأسماء الجميلة والحلوة